شيخنا الأخت أم علي تقول أن عادتها الشهرية مدتها 7 أيام، في اليوم الثامن تغتسل للفجر ثم بعد ذلك تصلي، تقول أنها تأتيها 4 أيام دم وفي 3 أيام بين الكدرة والصفرة. تقول اليوم الغريب أن في اليوم السابع أصبح هناك جفاف فقامت وصلت الضحى ثم بعد ذلك عاودتها الكدرة والصفرة، فهل تتوقف عن الصلاة أم ماذا تفعل؟ المرأة مأمورة إذا حاضت أن تنتظر الطهر الكامل، والطهر الكامل له علامة، إما خروج القصة البيضاء وهي ماء أبيض يخرج من الرحم بعد انتهاء الحيض، أو جفاف تام، وكل امرأة عندها جفاف هذه العلامة تعرف متى جفافها. بعض النساء من حرصها وخوفها أنها تخطئ تبادر وتغتسل وتصلي وهي ما زالت الكدرة معها، وهذا خطأ لا يجوز، والصلاة على الحائض محرمة، لا تجوز الصلاة بأي حال من الأحوال. فنقول للأخوات اللاتي عندهن حرص وخوف، نقول الذي نهاكم عن الصلاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز الصلاة حال الحيض بأي حال من الأحوال، محرم على المرأة. فماذا تفعل؟ تنتظرين حتى ترين الطهر الكامل بإحدى العلامتين، قصة بيضاء أو جفاف، فإذا تحقق ذلك تصلين، ما فعلتيه لم تطهري، انتظري حتى ترين الطهر الكامل.